السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نشوفوا الشرح لزاسي إيه. لزاسي إيه كما نعرفهم أنهم كيقدروا يمنعوا يعني ريفيوز ولا يقدروا يديروا يعني لا بيرميسيون يقدر أن يعطيك بيرميت يعني يقدر يمنع واحد دوس واحد لاكسي مثلا من هاد الريزو لان أن لان دو ولا يقدر يمنع. هادشي اللي كيدير لزاسي إيه عندهم جوج ديال الأدوار. إما يدخل يقول له واحد الريزون مثلا كومينيكي وواحد الريزون تكومينيكيش. لي سي ال فيهم دو تيب كاين ا سي ال ستاندار كاين ستاندار وكاين اتوندي. هاد ستاندار فيه دو تيب وحتى اتوندي فيه دو تيب يا اما كيكون بالارقام يا اما كيكون بالسميه يعني سواء نورمي سواء اتوندي. كاين ستاندار وكاين كذلك اتوندي حتى هو في هاد لي دو. يعني ستاندار نقدرو نديرو بالارقام ونديرو بالسميه و اتوندي كذلك نديرو بالارقام وبالسميه. بالنسبة للتطبيق ديالهم ستاندارد كيكون بلي خوش لمن ديستيناسيون اما وخد شوية شي مقاط شوية شي مشكل. بالنسبة الاتوندي كيكون بلي بروش يعني قريب للسيوم. نعطيكم مثال بالنسبة لهاد ستاندار بغيت انا هاد الريزو لان ان لان ان نمنع لي الكومونيكاسيون ميدويش مع لان ربعة. دونك فين خاصني ابليكي خاصة ابليكا هاد الريزو اللي هو ار 3. فين فرق في ار 3 واش في هاد الانترفاس ولا في هذا؟ الى درت هنا تخيلوا الى درت هنا ما غتبقاش هاد الكومونيكاسيون ما يبقاش البين مثلا يدوز ما يدخلش نهائيا في الوتر. انا بغيت نمنعو غير على هاد الريزو لوكال. افترضوا ان كاين واحد سويتش ولا كاين واحد بي سي ولا مثلا سيرفر هنا. هاد الكومونيكاسيون ما غدوش حتى لهاد السيرفر يعني كتبلوك هنا ما كتدخلش. حنا بغينا غير على هاد النيفو ديال بغينا نمنعو الكومونيكاسيون على الاربعة كتمنع حتى على لان على السيرفر حيت بلوكينا هنا في الداخل. دونك خاصني ندير في هاد الانترفاس الاقرب اللي هو هذا اف 00. بالنسبة للابليكاسيون ديال رجعو للبلوك لوب. بالنسبة للايطون بالعكس الايطون دي كنطبقوها في السورس يعني حتى الايطون دي غندير في فيديو بوحدو. اليوم بغيت نشرح غير ستوني. بالنسبة للأرقام اللي كنحدو في ستوندار هما من واحد حتى لتسعة وتسعين. نومي ما فيهاش أرقام نومي كتعطي سمية. هذا بالنسبة للأرقام في ستوندار حاجة بوحدهم. بالنسبة للسمية حاجة بوحدهم. ونشوفو الكونفيكيراسيون يعني لابليكاسيون ديال هادشي فين كيكون. مثلا في ستوندار فين غتكون لابليكاسيون كتكون اونيفو ديال التروا على بغيتي تقول تروا انترفاس يعني يقدر يكون في السيريال يقدر يكون في الفاس انترنت يقدر يكون في اللاين في تي اي كيقول لك في الكيستيون من عليا لاكسي الكونفيغوراسيون. هنا كنطبقو او نيفو ديال اللاين في تي اي غنشوفو لي كوموند لي كاينين في ستوندار. هادو هادشي كامل ستاندر. أول كوموند أكسيس ليست كنعطيوها واحد الرقم واحد النيميرو. من بعد شنو كنعطيهم؟ يا إما بيرميت يعني تسمح لي بهذاك الريزو أو لا دينا يعني منع لي الريزو. من بعد كنعطي هذيك الريزو ديال الأدريس كنعطي الأدريس ديال الريزو اللي غادي يمنع
الماس جينيريك، الماس جينيريك ديالها. مثلا بغيت منا ان هاد الريزو ميدويش مع هاد الاربعه، شنو غندير؟ غندخل هنا في هاد الروتور القريب للديستيناسيون، حيت هذا هو السورس، هذا هو الديستيناسيون. غنقول اي بي اكسس، عفوا اكسس ليست، مثلا حيت كنعطيونا في الارقام ديالها من 1 ل 93، نقدر نعطي مثلا 10 اكسس ليست 10 من دوك. يعني غندير ديناي ادريس ريزو ديالها هي هادي 10.0.0.0 هي اللي غتكون هنا، والماسك جينيريك ديال سلاش وي اللي هو 0.255.255.255 فقط. إذا أنا درت هنايا درت لي فينا، دونك شنو خاصني؟ خاص إذا منعت هذا خاصني أوتوريزي لي زوطخ، يعني لي زوطخ يدخلو يكومينيكي. أكسيس بلا نكتبها ونكتبها ثاني. نفس الرقم اللي غيكون ما غيكون هنا. إذا درت هنا بيرميت، هنا غندير ديناي، ولكن لمن الأين، يعني أي حاجة أخرى. إذا جيت هنا كيفاش نشرح لكم الأين، أنا منعت هذا الريزو الأربعة ما يدويش مع الأربعة في هاد السطر الأول، ولكن من بعد خاصني نقول ليه، يعني إذا قلت لي ديناي من بعد غنقول ليه بيرميت لمن هذا هنا لي زوطخ، يعني أي حاجة باقا هاد الأين. يعني إذا منعت هذا ما يدويش مع هذا، خاصني نزيد نقول ليه اوتوريزي هادي كومينيكي مع هذا، اوتوريزي هادي كومينيكي مع هذا. بلاص ما نكتب هاد لادريس ونكتب هاد لادريس وندير بيرميت هاد لادريس ماسك جينيريك هاد لادريس ماسك جينيريك، كنجي كنديرو بيرميت اي. من بعد كيبقى ليا لابليكاسيون، كندخل للانترفاس. الانترفاس القريبة بحال مثلا هنا عندي هي F00، ولا نديرو بصفة عامة لو نوم دانترفاس. من بعد انا غير دخلت دابا هاد الابليكي اي بي اكسس ليست، غنعطيها هنا عفوا اي بي اكسس جروب، هنا الرقم ديال لو نيميرو. هاد لو نيميرو اللي خدمت بيه هنا مثلا 10 وهنا 10، يعني درت واحد لا ليست، درت واحد لا ليست، هنا ولات عندي جروب ديال لي زاكسيس. يعني هنا كندير واحد اكسس ليست، اكسس ليست، هنا كتولى عندي اكسس جروب، يعني مجموعة ديال لي زاكس ديال لي زاكس لي اكسس ليست. كنضرب نفس الرقم من بعد شنو كنحدد ليه؟ يا اما ان ولا اوت. ما معنى ان وما معنى اوت؟ الى هذا الريزو الى جيت دابا بينج جا من هنا، لاحظوا معايا البينج بغا يجي عند هذا الريزو، هو البينغ غادي يدوز، لا عفوا بغيت البينغ من هذا الريزو لهذا الريزو، يعني من بي سي زيرو لبي سي سي. كاين مشكل كنظن. مثل ما درت الروطاج انا ندير روطاج فور كمل بوان دابا كوبي ديال الروطاج، دونك ندير في البين مثلا من بي سي 4 بي سي 1 صافي صفر، من بي سي 1 بي سي 6. علاش غنكملو يعني الشرح ديالنا كيفاش الفرق ما بين بين و اوت. لاحظوا هنا معايا البين، الى جا هاد البي سي بغا يبينكي على هاد البي سي، دونك غنديروها ب سيميلاسيون. غناخدو غير البينغ، يعني البروتوكول اس سي ان. صح بي سي ان غيبينغ على بي سي سي، الباكيت كيمشي لعند الرسول هذا، من بعد كيجي عند هذا كيدخل من هنا، كيخرج من السيريال 2 كيدخل من السيريال 2 0 ديال هاد الرسول 3
وغيدخل من F 00 هذه هنا كتسمى إن هنايا أوت يعني دخل من هنا لاحظوا وغادي يخرج من هنا يعني هنا إن هنا أوت دونك كنظن مفهومة يعني ملي غنبغي نأبليكي هاد الـ ACL خاصني نكتب هنا إيفي أكسيس كرو لنيميرو ديال ACL كما هنا كما لاحظتو وغندير واش إن ولا أوت هنا غندير أوت في الحالة حيت غيخرج هنا انا كل بغيت نمنعو على هاد الريزو على هاد الريزو نفترضو انا كاين الريزو هنا بوحدو هنا الا بغيت نمنع عملية بجوج نقدر نسدو من هنا ميدخلش صافي غيتمنع لي حيت هاد السيرفور بقى لي دابا غير نابليكي هاد الاكسيس ليست غنكريها انا شرحت لكم هنا الطريقة ديالها كيفاش كتكون هادي بصفة عامة باقا واحد الحالة مثلا إلا كان عندي خليت نشوفو واحد ديال تيستي واحد اللي بغينا نمنعو مثلا دابا غنبدا نكريي أول كوموند أكسيس ليست لو نيميرو ديالو نديرو 10 مثلا شنو نقول لك دير هاي يعني منع ليا الريزو 10 10 0 0 0 الماسك جينيريك ديالو اللي هو 0 255 3 فوا شنو مازال مازال غير اونطري هادي من عاش هذا الريزو من بعد شنو غنقولو لي اكسيس ليست 10 بيرمي كامل يعني سمح لي اي حاجه اي حاجه من غير هذا الريزو سمح لي نسمعها يعني عطاني لوتوريزاسيون باش تكون لي من بعد غندخل للانترفاس 00 لابليكاسيون ديالي هي اي تي اكسيس جروب لو نيميرو ديالي اللي هو 10 فين اوت اوت يعني غتدخل من هنا وغتخرج عند F00 قدروا تديري في كونفيغراسيون في الشيو اكسس ليست كما تلاحظوا يعني هي واحد اكس الميزاس ال هما ستوندار غادي السميه ديالها يعني الرقم ديالها هي اس اس ستوندار 10 كتديني هاد العشرة يعني كتديني كتمنع هاد الريزو بالماسك جينيريك ديالو وكتكونتروفيزي لي زوط غنشوفو دابا كتديني واش غيدوز ولا لا كما تلاحظو فاين هاد الريزو ممنوع لي يدخل لاحظو هنايا الدين هنا بين هاد الريزو لاندو لي مدرنا فيه حتى حاجة عطيناه لوتوريزاسيون الدين هنا كيدوز في هاد الحال لاحظو الريزو التالت حتى هو كيبينجي إذا بغى هذا يبينج على هذا غادي يبينج سي نورمال لما كاين حتى شي حاجة بلوكينا غير هذا مي كومونيكيش مع هذا كاين الحالة الثانية أننا غنبلوكيو بي سي واحد من واحد الريزو مي كومونيكيش مع هذا غنحيد هاد الأس سي إل ديالو ولا نخليو ماشي مشكل غنبلوكي بي سي هاد بي سي اللي فيه لادريس ريزو ديالو 11.0.0.0/8 غنبلوكي البي سي اللي فيه بوان دو يعني 11.0.0.2 فقط ما يكومينيكيش مع الانترو اما هاد البي سي يكومينيك يعني في الحالة غادي نبلوكي بي سي واحد ماشي ريزو كامل دونك فين غندخل غندخل لبلي بروش ديستيناسيون هاد السورس هاد هو ديستيناسيون هاد الرسول انا دابا كنديرو ستوندار ديال الارقام ماشي ديال الاسماء اكسس ليست غنسميوها مثلا 2 اكسس ليست 2 شنو غنديرو في راي بغيناش ريزو لاحظو هنا شنو لعبت يا اما دير ادريس ريزو ولا دير هوست يعني بيسي واحد او دير اين يعني غديني اين يعني الا دينيتي اين باش ديناي اين يعني ما تبقى لوتوريزاسيون على حتى شي واحد في الحالة غنختار هوست
Ora appena a 30 la vostra quindi dove ho un vero luogo con sa faccia di e in mente assisti te prima ho l'ostri amici ho le 11.000 quando non ti bevendo 11.000 quando ma adesso maschi generic la tua che quel che come termine ma passo ma di c'è se hai che smaschi che deve provare. يعني دم في ماي لا دكلاوس نفس هيف كومون كينا غنديرو اكسس ليست دي ماي كنكتبو لادريس وكنكتبو هنا 4 ديال لي زيرو هاد الكومون ايكيفالون ديال هاد الكومون يعني سواء ندير هادي صحيحة ولا درت هادي حتى هي صحيحة دونك حتى انا لما ندخل يعني هناك تقول لي هوست وحد ماشي وحده غتمنع من بعد اكسس ليست دو بيرميت ايمي يعني صافي اسمح لي لي زون اي حاجه كانت خليها تدوز غندير لي فيو دابا بقات لي في الابليكي غندخلو للانترفاس اف اف زيرو نوريكم الانترفاس كيف جات هي هادي شنو غنديرو فيها اكسس جروب ونيميرو ديالو اللي هو 2 هنا غتدخل باكي من هنا والبين غيدوز من هنا وغيكون خارج يعني اوت اوت بقى لي دابا غير نفيريفي واش غيبين لي هاد البيسي دو لاحظوا دوبل بيسي تاعو اللي هو غيدوز بيسي تاعو كيدوز والبيسي دو ما كيبينش فاين عاودو في فيديو بي سي دو ما كيبينجيش نهائيا على هاد الراي هادي الحالة الأولى ديال ستوندار كنتمنى تكونوا استفدتوا منها من بعد إن شاء الله غنكمل ستوندار نورمي وغنشوفوا إيطالبي اللي دابا راه قاعد يعني وبسميات حتى هي كنتمنى نكون طولت عليكم و إلى اللقاء في فيديو مقبل.